في الثانوية في زوارة للبنين، ثم تولى بعد ذلك إدارتها إلى أن تقاعد. هو إمام بالمساجد في زوارة، ومتعاون مع الأوقاف في إلقاء الدروس الوعظية إلى يومنا هذا. إخونا رحمهم الله الذين انتقلوا إلى رحمة الله، الذين عانوا محنة مانينا في سجون أبو سليم أو في سجن أبو سليم سجن السمعة، عانوا الطرفين لا لشيء إلا لأنهم كانوا محافظة لكتاب الله إياك. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام، آباء وأبناء وأساتذة فضلاء، مؤسسة الاستقامة لتعليم وحفظ القرآن الكريم، هذه المؤسسة التي أسست على تقوى من الله ورضوانه أصبح نورها يشع علماء، لا تجد لا سب ولا شتم ولا إقلال من الغير ولا تبديع ولا تكفير، إلا نقدا علميا دقيقا بأدلة ثابتة من كتاب الله ومن سنة رسوله. كيف نستطيع أن نعود بشبابنا إلى ما كان عليه الآباء؟ هذا طبعا الشيخ خالد ركز في الحديث والكلمة بتاعه، وكأنه يشير إلينا نحن أن هذه مسؤولين، وبالدرجة الأولى مسؤولين هذه الجبهة في الأسوار. مجلس الأحزاب في وادي مصر، لأنه قال يقولون أنا رصار، كان له مقام، وأنت رصار، وأنا في النظام الأول الاعتداء على المقام اعتدوا عليه يومها، وكان يصار يعني من باب حتى الفترة كان متيع، لا أستطيع الزيادة عليه، لأنه هو بحث وكتب ويعني كان حريص كل الحرص يعني على أن تكون له وثائق لم يتحصلها، فأخذ هذا الكلام من أفواه كبار السن، وهذا غربيته منتقى رحمة الله رب يرحمه جميعا. والإطراء والتمويل إن شاء الله تتكرر، وإن شاء الله طبعا يفتح المجال لفهم زوارة وعلاقتها بالجبل وعلاقتها بالساحل عن طريق البحات اللي ذكرتهم. سؤال بسيط نبي نستفسر على الدكتور عبد الله حمولي رحمه الله، هل كان له دور أو لأن وجد في ظروف سياسية صعبة تقلص دوره، وربما أنت أقرب الناس. حسام الدين المقدمي المتحدث باسم مؤسسة الاستقامة للقرآن وعلومه. تقيم مؤسسة الاستقامة هذه الأيام الدعوية تحت شعار جبل نافوسة وزوارة تاريخ وحضارة، وافتتح برنامج الأيام الدعوية يوم الأربعاء الموافق 15 من محرم 1445، كذلك الموافق له 2 من أغسطس 2023 ميلادية. طبعا هذه الأيام تخللها محاضرات وأمسيات ثقافية وحلقات نقاش حول تاريخ جبل نافوسة، التاريخ الديني والحضاري لجبل نافوسة وزوارة، والحضور كان طيب جدا من عدة مناطق، من جبل نافوسة المناطق المتحدثة بالأمازيغية، وكذلك من مدينة زوارة. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه اللقاءات وهذه الأيام أياما عديدة. باعتبار أن طبعا التاريخ المشترك بين زوارة والجبل مترابط قديما جدا، باعتبار أن زوارة طبعا هي من المدن الأمازيغية القديمة، والجبل طبعا أمازيغي، بالرغم أن هي زوارة تنتمي إلى أوصولها إلى قبيلة زناتة، ونفوسة هي نفوسة، وبالتالي أيضا يجمعنا المذهب الليباضي، مدرسة أهل الاستقامة وحقيقة الإسلام الذي كان أجدادنا حرصوا عليه، وأنجبت هذه المنطقة كثير من العلماء، أمثال المتأخرين أمثال الشماخي والجيطالي،
وامثال الشيخ علي معمر والدكتور النامي رحمهم الله.